اولا سنه سعيده مع الجميع، ونتمنى تكون احسن سنه الفريطه، ونشوفكم هذه السنه وانتم في احسن الظروف واحسن الاحوال، لا انتم ولا العائله ديالكم. تعرفوا الظرفيه اللي كتمر منها لدينا الان، مجموعه ديال التهديدات والتربصات اللي كيتربصوا اعداء البلد البلد السعيد، وبالتالي فهذا كيقتضي منا مزيد من الحيطه والحذر. فاليوم راه كاين مخطط امني على مدينه الرباط باكملها، كذلك تماره والخميسات والمدن والفوضيات الاخرى. الجميع غادي ينطلقوا عمليه نظاميه، الاعمال النظاميه ديالكم، غير العمل خصو يتسم بالمهنيه والاحترافيه المعهوده فيكم. بالتالي الاحترام الدائم للمواطنين، ما نبغيوش تكون استفزازات، ما نبغيوش تكون بعض التجاوزات. نتمناو هاد المرحله ديال نهايه السنه وبدايه السنه السعيده المقبله ان شاء الله تكون تمر في احسن الظروف. وشكرا للجميع، وشكرا على المثابرة ديالكم والعمل المستدام ديالكم اللي كنلقاوكم ديما في جنابنا، لان بدون عناصر وبدون الاطر اللي هي المؤطرة الاساسية لاي اعمال نظامية، فالعمل ديالنا راه ما يمكنش ينجح. وشكرا مرة اخرى.